السلام عليكم، معكم وسام الراوي من قناة عرب ملتي ميديا. طبعا عندنا اليوم درس خفيف وسريع، وهو طريقة حفظ الفيديو بالسوني فيجاس بأسرع وأفضل صيغة، يعني مثلا HD وحجمها صغير. خليكم ويانا. طبعا أنا هنا حاطط الفيديو هذا، راح أسوي له رندر، نجيب فايل وراح تطلع لنا طبعا هاي كلها الصيغة. نختار مثلا WMV وتختار مثلا 720 HD، 720 او 1080، وراح تشوف الفرق. مثلا اذا تحفظها بصيغة MP4 واحفظها بهاي الصيغة، راح تشوف فرق شاسع بالحجم، يعني اقل شيء حجم 20 ميجا. ها هي، لا تنسون لايك وسبسكرايب وزورونا على مواقع التواصل.